حق اليقين في موقف الرافضة من فلسطين. هل تعتبرون المجاهدين الفلسطينيين الذين يقاتلون الجيش الإسرائيلي ويقتلون شهداء ويدخلون الجنة رغم أنهم من أهل السنة؟ الجواب: بمراجعة سماحة الشيخ أفاد أنهم ليسوا شهداء ولا يدخلون الجنة، ولكننا سنخاصم ونعادي من يتواطى على غزة وأهلها. قال 6 أيام مجازر في غزة يا أخي، صاروخ واحد من صواريخك كنا نشوفها يا أخي، صاروخ بلاستيك حتى ياخد رب. مع احترامنا لبيت المقدس، ولكنه هذه الفئة الثابتة على الحق ليست الفئة أهل الشام وبيت المقدس. لقد تبين لنا عدة حقائق بخصوص المسجد الأقصى، والذي يحسم الأمر أنه ليس الذي بفلسطين. الذي أهان المقاومة وأهان دماء الشهداء وأهان عزة الإسلام والمسلمين، اللي دخل بتفاهم على العدو الإسرائيلي والموجود اليوم على الحدود يحمل سلاحا ليحمل العدو الإسرائيلي، راح يقول لك علي هذا شهيد، شهيد المحرم، لأنه كان يصلي ويصوم ويعبد عمر، لعنة الله عليه وعلى عمر. خنزيركم من الخنازير راح تسلم يداك، تسلم يداك يا عمي يا بوش. تسمعون قناة العربية وتتمتعون وياي بالمناظر الحلوة، شوف الحرائق والأبنية المدمرة، شوف الإسعافات جاي تنقل بجثثهم الخايسة، اللهم انصر إسرائيل عليهم. دعم إسرائيل لإيران لإشغال العرب. إيران وعلاقتها الوطيدة مع إسرائيل. علاقة الخميني وإيران الشيعية بفلسطين والقضية الفلسطينية. تعاون إيران العسكري مع إسرائيل. صفقات سرية لبيع الأسلحة. وما أدراك ما حزب الله. مجازر الشيعة في حق الفلسطينيين في العراق. مكانة المقدسات الإسلامية عند الشيعة الرافضة.